معنا الأديب والكاتب محمد علي طه ابن بلدة ميعار المهجر أهلها عام 48. إحنا موجودين هنا في المصلى المرواني، يعني أحد الرموز المسجد الأقصى. يعني وجودك هنا في المسجد الأقصى شو بيعني لك؟ يعني كيف بتتردد أنت على المسجد الأقصى؟ أنا أزور هذا المكان المقدس أولى القبلتين والثلاث الحرمين بين حين وآخر، إن لم يكن أسبوعياً فكل شهر تقريباً أزور هذا المكان. نعم. أنا وزوجتي، وأحياناً أنا وزوجتي وأحفادي. نعم. وأبنائي. هذا المكان هو من أهم الأماكن المقدسة للمسلمين، حيث كان القبلة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. نعم. وهو واحد منها، من هذه الثلاثة. ثم هذا المسجد هو رمز للحضارة العربية الإسلامية، رمز للتاريخ الإسلامي. هنا عندما أصل هنا أتذكر أن عمر بن الخطاب الخليفة الفاروق الخليفة الثاني جاء إلى هذا المكان، جاء على راحلته عندما تم فتح القدس في ذلك العام وصلى في هذا المكان. ثم أتذكر أيضا الخلفاء الراشدين، الخلفاء الأمويين عبد الملك بن مروان ابنه الوليد بن عبد الملك، هؤلاء الخلفاء الذين بنوا المسجد الأقصى وقبة الصخرة. أتذكر الخليفة المأمون الذي أعاد بناء الأقصى أيضا. أتذكر صلاح الدين الأيوبي عندما طرد الصليبيين الغزاة الذين جاءوا إلى هذا الوطن، وكل هذه الأشياء أتذكرها وأحدث أحفادي وأبنائي أيضا عنها. وأن جميع الغزاة الذين جاءوا واحتلوا الأقصى واحتلوا القدس كان احتلالهم آنيا ولم يبقوا هنا، لأن هذه البلاد عصية على الاحتلال وعصية على المحتلين، وهي بلاد عربية إسلامية عربية فلسطينية منذ الكنعانيين وسوف تبقى كذلك. يعني عندما نتحدث عن صلاح الدين الأيوبي أنه قاوم الغزاة وطردهم، أيضا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أنصف أهل إيليع. هذه الأشياء، أن الخليفة عمر بن الخطاب مشهور عنه أنه خليفة عادل، واشتهر بعدله وباستقامته، وهو رجل مثالي في الدين وفي التاريخ وفي الأخلاق. أيضا صلاح الدين الأيوبي على الرغم مما فعله الصليبيون في هذا المكان حيث ذبحوا حوالي 70,000 مسلم في الأقصى، بل ذبحوا المسلمين والمسيحيين العرب في هذه المدينة عندما احتلوها. هو عندما جاء لم يعاملهم بالمثل، بل عاملهم معاملة حسنة وأعطاهم الحق في أن يخرجوا وأن يأخذوا أموالهم، حتى أنه سمحهم بدفع الجزية التي اتفقوا عليها في ذلك الوقت. وهذا يدل على أخلاقنا السامية، على ممكن أن نتعلمه من هؤلاء القادة ومن هؤلاء الرجال العظام، حيث يعتبر من أهم الشخصيات التي وردت في التاريخ الإنساني العالمي أيضا. يعني عندما نتحدث عن الأقصى بالذات وعامة قضية القدس، نحن نعرف أنه هناك صراع على القدس، والصراع يشتد يوم بعد يوم، وبالذات على المسجد الأقصى. هناك محاولات إسرائيلية منذ عام 67 حتى اليوم، بل أقول لك منذ عام 1929 هذه المحاولات موجودة لتهويد المدينة القديمة، مدينة القدس العربية الخالدة. ولم تختلف حكومات إسرائيل منذ حكومة إشكول عام 67 حتى حكومة بنيامين نتنياهو اليوم، كلهم يعملون نفس العمل من أجل طرد المواطنين العرب من المدينة القدس وجلب المستوطنين والسكن بها. يعملون حيل لشراء البيوت أو شراء أراضي ومصادرة أراضي لإقامة مستوطنات يهودية. هذه معركة طويلة ومعركة قاسية. شعبنا
يعرف كيف يقاوم، كيف يصمد، كيف ينغرس. أنا أعتبر أن أهم مقاومة للإنسان الفلسطيني هنا سواء كان مسلما أو مسيحيا هو الصمود والبقاء في القدس، البقاء في بيته، الانغراس في أرضه، ورفض محاولات التهجير والصمود أمام الاضطهاد وأمام الظلم الإسرائيلي حتى نحافظ على عروبة القدس وعلى فلسطينية القدس. تكثيف عملية يعني أشد الرحال إلى الأقصى، هل هذا أمر يعني يثبت أهل القدس أمام المعاناة اللي بعنوها؟ هذه العملية مجيء أهلنا من الجليل والمثلث والنقب ومن قرى ومن المدن الساحلية يوميا إلى الأقصى لها أكثر من هدف. الهدف الأول هو تواجدنا في داخل الأقصى وقبة الصخرة حتى نكون أعداد كبيرة لنحافظ على قدسية المكان وعلى إسلاميته. ثانيا هي الوضع الاقتصادي من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني في داخل القدس الشرقية لأنها محاصرة ويمنعون أهلنا في الضفة والقطاع من الدخول إليها. ثالثا حتى يكون الرابط قوي بيننا وبين أهلنا هنا في المدينة وبين مدينتنا التي هي قلب القضية وقلبنا أيضا. الأديب محمد علي طه، شكرا جزيلا لك.